بسم الله الرحمن الرحيم. اليوتيوب أضاف ميزة مؤخرا، لكن الميزة تجريبية فراح تظهر لبعض المستخدمين اللي عندهم اشتراك يوتيوب بريميوم. فقبل ما نعرف هذه الميزة أتمنى أنكم تعطوا لايك لهذا الفيديو وأيضا تشتركون بالقناة. الميزة أنه الآن لو جيت تضغط على اسمك في الأعلى عشان تفعل هذه الميزة تروح إلى مزايا الاشتراك في يوتيوب بريميوم، فلازم أنت مشترك في خدمة اليوتيوب. فالآن راح تفتح معك الصفحة هذه، من ضمنها راح يظهر لك تجربة المميزات الجديدة. فالآن في ميزة اللي هي قائمة المحتوى التالي، أنك أنت تضيف يعني وتسوي القائمة تشغيلية بحيث أنها تشتغل مقاطع وراء بعض. فعلى سبيل المثال الآن لو جيت أنا رجعت إلى الصفحة الرئيسية بضيف هنا مثلا، أقول له هنا راح يظهر لي خيار جديد تشغيل آخر فيديو في قائمة المحتوى التالي، اخترته. أروح هنا الآن واختار أيضا تشغيل آخر فيديو في قائمة المحتوى التالي، فأنا أضفت فيديو هنا الآن. أنا لو جيت ضغطت هنا تحت في أسفل الشاشة فراح تظهر لي القائمة مرة ثانية، لو ضغطت راح تظهر لي القائمة وأقدر أني أعيد ترتيبها مثل ما احنا شايفين هنا، أقدر أني أغير ترتيبها وراح تشتغل لي المقاطع وراء بعض. طبعا هذه الميزة موجودة في الكمبيوتر من فترة وكنت أتمنى أن يضيفونها على نسخة الآيفون والأندرويد، والحمد لله أنهم أضافوها. فهذه هي الميزة الجديدة، يا ريت تقولوا لي هل كنتوا تنتظرونها ولا لا. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.